ناقشت اليوم لجنة الدفاع والأمن القومي تعديل قانون الشرطة بما يسمح بإعادة هيكلة المجلس الأعلى للشرطة، بحيث يتم إدخال عناصر مدنية وخبراء مدنيين في المجلس الأعلى للشرطة. هو ما يسمح بوجود رقابة من المجتمع على جهاز الشرطة وفقا لما يعتقده مقدمو هذا القانون. معنا النائب ناصر عباس وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي وعضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عن محافظة الفيوم. أهلا بك أستاذ ناصر. أهلا بك يا فندم. أهلا بك أستاذ ناصر. أما أبرز ملامح مشروع قانون هيكلة الشرطة؟ هو طبعا بعد حادث بورسعيد في 4/2 طلبنا من وزارة الداخلية إعداد خطة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ووعدنا السيد وزير الداخلية بإعداد هذه الخطة وإمداد لجنة الدفاع والأمن القومي بيها في خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، إلا أنه حتى الآن لم يتم إمدادنا بهذه الخطة لدراستها. ويعني بقى لنا دلوقتي أكثر من شهرين، يعني بقى لنا شهرين وتم مخاطبة الوزارة أكثر من مرة لإرسال هذه الخطة، حتى مبدئيا خطة ولا يتم التنفيذ بالفعل إلا يعني لما تخلص الخطة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إمداد لجنة الدفاع والأمن القومي بهذه الخطة، مما دفع اللجنة إلى إعداد مشروع بقانون تحت دراسة حاليا داخل لجنة الدفاع والأمن القومي، يقضي بتغيير تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وأعضائه، وايضا اختصاصه بما يسمح بعد اعاده تشكيل بالمقترحات اللي احنا حطيناها ان يقوم هذا التشكيل الجديد باعاده رسم سياسه الوزاره، واعاده بناء وزاره الداخليه، واعاده حل مشاكل الضباط والقوات، واعاده هيكله اجورهم، ويكون من ضمن اختصاصات هذا الجهاز اعاده هيكله وزاره الداخليه. ما هي التعديلات التي المقترح ادخالها على المجلس الاعلى للشرطه حال اقرار هذا القانون؟ هو هناك اكثر من تعديل بنفكر فيه وبنبحث فيه، منهم ان طبعا ان الشرطه هيئه نظاميه مدنيه كان رئيسها الاعلى هو رئيس الدوله، احنا بنغير ده الى ان يكون رئيسها الاعلى هو وزير الداخليه. ايضا الماده الثانيه بنغير التشكيل من تشكيل مجلس الاعلى للشرطه من تشكيله الحالي الى تشكيل بنرى في وضعه انه سيسمح برسم سياسة وزارة جديدة وتعديل بعض الأعمال القائمة بها، وإعادة الهيكلة وإعادة هيكلة الأجور وإعادة رسم خريطة الوزارة. من سيكونون أعضاء في المجلس الأعلى للشرطة؟ يعني أهلا، في بعض الطروحات، يعني في اقتراح مقدم من السيد اللواء عباس مقيم رئيس اللجنة، واقتراح مقدم من السيد الدكتور محمد البلتاجي والعضو محمد أنور السادات وآخرين مقدمين اقتراحات مختلفة، منها مثلا على سبيل المثال ان يكون من ضمن المجلس الأعلى للشرطة اقدم 5 لواءات مديرين امن على مستوى الجمهورية، ايضا ان نشرك الرتب الصغيرة من رتبة العميد ورتبة العقيد ورتبة المقدم ورتبة الرائد داخل هذا المجلس، ايضا بنفكر في ان يكون داخل هذا المجلس حقوقيون يحددهم مجلس نقابة المحامين يمدنا بيهم، وايضا مجتمع مدني يكون داخل هذه اللجنة ممثلين عن حقوق الانسان داخل المجلس الاعلى للشرطة اللي هيعيدوا رسم الوزارة ويعيدوا هيكلة هذه الوزارة. ولكن احنا يعني بدأنا في مناقشة هذا البيان الامس، واليوم كان مناقشة للبيان. استاذ ناصر عباس، اليوم لاحظنا تغيب ممثل وزارة الداخلية عن مناقشة هذا القانون، لماذا؟ هو طبعا احنا امبارح بعد مناقشتنا وبداية المناقشات وفتح الملف التعديل القانون، كان من ضمن ارائنا ان احنا نستعين بوزارة الداخلية او ممثل عن وزارة الداخلية، وايضا ممثل عن اللجنة التشريعية داخل وزارة العدل. حضر اليوم ممثل عن وزارة العدل، ولكن للأسف فوجئنا بموقف غريب جدا من وزارة الداخلية، وهي ارسال خطاب للجنة الدفاع والأمن القومي بتعتذر فيها عن الحضور يعني لقيامها بإعداد مشروع آخر غير المشروع اللي احنا قائمين به، وبتقول يعني ان بإذن الله في الفرص الجاية بإذن الله ستحضر للجنة، وده يعني حاجة أصاب اللجنة كلها يعني بمشاعر تجاه وزارة الداخلية، يعني ده أنا بعتبره إن ده تعند آخر من وزارة الداخلية لإعادة الهيكلة وإعادة رسم خريطة الهيكلة لوزارة الداخلية، ويعني كل اللجنة مستاءة من هذا التصرف.
هل سبق لممثل وزارة الداخلية أن تغيب عن حضور مناقشات اللجنة من قبل عندما طلبتم ذلك؟ أو هل من المعتاد أن يتغيب ممثل الحكومة عن حضور جلسات اللجان؟ لا، في الحقيقة في كل مناقشاتنا أو في كل طلباتنا لوزارة الداخلية لاستدعائها لمناقشة أي بيان إحاطة أو بيان عاجل بيحضر ممثل عن وزارة الداخلية، وما حصلش ده الا اليوم فقط، وده يعني تصرف غريب جدا من وزاره الداخليه. كان من المفروض ان هي بيحضر عنها ممثل ويقول انا مش موافق على دي او مش موافق على الفقره دي او موافق على الفقره دي او ده ينفع او ده ما ينفعش، لكن احتضارها بهذا الشكل اساء اللجنه جميعا. اليست هذه رساله من وزير الداخليه لكم في مجلس الشعب انه لا يوافق على هذا القانون ومن ثم لن يرسل ممثلا عنه؟ يعني قد تقول الرسالة هذه بأن وزارة الداخلية ترى أن قراركم لا يستحق حتى المناقشة أو أن يبعث الوزير مندوبا عنه لسماع وجهات نظركم. إذا كان ده وجهة نظر السيد الوزير فطبعا لجنة الدفاع والأمن القومي ستستمر، ومعانا أيضا ممثل من وزارة العدل، سنستمر في مناقشة القانون بتاعنا وإعداده وتشريعه أيضا، لأن هذا من حق مجلس الشعب، ومن حق مجلس الشعب أن يشرع القوانين، وسنشرع هذا القانون وسنلزم وزارة الداخلية بإذن الله بتنفيذ هذا القانون بعد تشريعه بإذن الله. أستاذ ناصر عباس، يعني حضرتك ذكرت أن وزارة الداخلية رفضت أو امتنعت عن أن ترسل لكم خطة لهيكلة وزارة الداخلية رغم أنكم طلبتم ذلك منذ شهرين وأرسلتم خطابات عديدة، معناها أن وزير الداخلية يقول لكم يعني لكم حدود ولكم خطوط حمر لا يجوز أن تتجاوزوها، لماذا لم تفهموا رسالة الوزير؟ والله يعني ما هو ده كان الرد بتاعنا، يعني كان ردنا عقب تعنت الوزارة في إرسال خطة الهيكلة، كان رد الفعل بتاعنا ان احنا نعد قانون او تشريع بقانون يسمح لنا بهيكل بعات الهيكله، وده كان عن طريق تغيير المجلس الاعلى للشرطه وتغيير اختصاصه ايضا، ولكن تعنت الوزاره يعني ده خلى اللجنه تدفع بهذا القانون الجديد اللي باذن الله سيتم الاستمرار في مناقشته واعداده وتشريعه باذن الله، وسيلزم وزاره الداخليه بتنفيذه باذن الله. استاذ ناصر عباس، حق كنت يعني قد تقدمت ببيان عاجل عن اختفاء اسلحه من مقر قوات امن الفيوم، وعلمنا ان وزاره الداخليه فتحت تحقيقات حول هذا الموضوع، لاي شيء اسفرت تحقيقات وزاره الداخليه عما كشفت عنه حضرتك من اختفاء اسلحه وطلقات؟ هو البيان العاجل كان ملخصه ان في 25/1/2012 اصدر السيد اللواء صلاح العزيزي مدير امن الفيوم تعليماته للمراكز والاقسام بمديريه امن الفيوم بتجميع اسلحتها بالكامل وايداعها داخل مخزن باداره قوات امن الفيوم دون اثبات محضر جرد لهذه الاسلحه، وده غير معتاد. احنا في اي تسليم وتسلم للاسلحه تحديدا لابد ان يكون بمحضر جرد ومحضر تسليم وتسلم لهذه الاسلحه، وده ما لم يحدث داخل مديريه امن الفيوم، بل تم تسليم الاسلحه او ايداعها في مخزن باداره قوات امن الفيوم، وده كان لتخوفه من حدوث انفلات امني في هذا اليوم. وبعد هدوء الحاله الامنيه ذهبت الضباط المراكز والاقسام لاعاده استلام اسلحتهم، وفوجئوا بالاتي: فوجئوا بسرقه عدد 37 طبنجه، وأيضا عدد 17 سلاح آلي، وعدد 1450 طلقة آلي، وعدد 550 طلقة 8.5 ملي قصير، وعدد 357 طلقة 9 ملي طويل، وعدد 19 طلقة خرطوش، وعدد 15 فرد خرطوش، وعدد 2 خزنة، منهم كمان غير الأسلحة المخصصة للمراكز والأقسام ديت منهم أسلحة على ذمة أحراز قضايا. ده بيعني أن المتهمين اللي على ذمة هذه الأحراز قد تم إهدائهم البراءة لسرقة هذه الأسلحة، وحتى الآن لم يتم الكشف عن من سرق هذه الأسلحة من داخل مديرية أمن الفيوم. وده كان بيان عاجل تقدمت به إلى السيد رئيس مجلس الشعب وأشر عليه سيادته للجنة الدفاع والأمن القومي. يعني أستاذ ناصر، هل الوزير عقب مثلا مدير الأمن أوقفه عن العمل عن إهماله عن مرؤوسيه؟ هل الوزير عقب الضباط الذين يعني كانوا مكلفين بحراسة هذه الأسلحة واختفت منهم؟ للأسف حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ إلا إجراءات
منها بعد بتقديم البلاغ العاجل هو اللي اتعمل بالظبط، ان الوزاره ارسلت عدد 3 مفتشين داخليه للتحقيق في هذه الواقعه، وايضا تم تحويل الواقعه الى النيابه العامه، وما زالت اداره التفتيش بوزاره الداخليه والنيابه العامه تحقق في هذا الموضوع، ولكن الموضوع بالغ الاهميه. كيف تسرق اسلحه من داخل اداره قوات امن محصنه بالخدمات، اداره قوات امن محصنه بدرسانه من القوات والاسلحه، وبعدين كيف تسرق الشرطه؟ يعني الشرطه يعني تتسرق يعني ولا تعلم من سرقها، فكيف يحدث هذا؟ ده شيء عجيب جدا جدا جدا. ولما نيجي نقول يا اخواننا نعيد الهيكله، ان يا اخواننا نشتغل في اعاده، احنا نقولش التطهير عشان التطهير بيزعلوا منه، بنقول المقصرين، محاسبه المقصرين. استاذ نصر، يعني هل تم ايقاف اي ضابط مسؤول في هذه الواقعه ام لا؟ حتى انت ضابط شرطه ولايك مصادرك داخل مديريه امن الفيوم، يعني انا اتابع هذا الموقف عن كثب، وما زال لان هنناقشه داخل نناقش الموقف السياسي لهذه الواقعه داخل اللجنه، ولكن حتى هذه اللحظه لم يتم اتخاذ اي اجراء مع اي ضابط سوى التحقيقات فقط. الاستاذ ناصر عباس، امين سر لجنه الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب وعضو مجلس الشعب عن محافظه الفيوم، نشكرك شكرا جزيلا. اجزل شكرا يا فندم. شكرا. إذن أعزائي المشاهدين، وزارة الداخلية ترفض حضور مناقشة قانون هيكلة الشرطة الجديد في لجنة الدفاع والأمن القومي، وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها وزارة أو جهة حكومية تقول فيها أنها لن تحضر مناقشة مشروع قانون، أو أنها لن تحضر نقاشات اللجان في مجلس الشعب. ومشروع قانون هيكلة الشرطة كما ذكرنا هي محاولة من النواب لهيكلة الشرطة من داخل وزارة الداخلية كما يقولون، بعد أن رفض وزير الداخلية كما يرى النواب، رفض هيكلة وزارة الداخلية أو تطهير جهاز الشرطة، فرأى النواب وفقا لما تحدثنا إلى بعضهم أن يعدوا قانونا جديدا يسمح للمجتمع المدني والمنظمات المجتمع المدني والنقابات نقابة المحامين تحديدا بمراقبة عمل الشرطة وتمكين صغار الضباط أيضا من وضع خطط وزارة الداخلية، لكن يبدو أن وزير الداخلية اعترض على ذلك.